والله حاليا تقريبا العدد يزيد 40 واحد تقريبا لحد الان. 40 اي 40 واحد يوميا 40 40 مره 60 مره 70 حسب يعني الناس اللي تجينا عاد. اكثر الملقحين شنو هم؟ يعني موظفين لو مواطنين عاديين؟ لا مواطنين من الموظفين اغلبهم بعد هذيك الاسبوع يعني طلاب يعني جونا طلاب ناس عندهم معاملات مشيناهم هم. الملقح انت تساله بيك سكر او ضغط له؟ احنا بنساله بس اكثر شيء اما المدير ام الدكتور يعني يساله يعني اما الحاسبه يكمل اجراءاته كامل يرجي لي جاي علينا. هو مثلا عندنا ضغط او سكر شلون؟ اذا سكر عادي ما يعني ما يضر اي اعراض. منو اللي ممنوع من التلقيح؟ والله حسب الحاله مالي الدكتور ويقرر يعني اللي حاله ماله. اي نعم. زين التلقيح انت ايش عندك من اللقاح؟ ايش عندك اي نوعيه؟ فايزر الامريكي. نعم فايزر الامريكي عندنا. اجراءات اول شيء احجز على الموبايل تجي رساله بالموعد مع اللقاح فيجي يدخل الحاسبه ينزل البيانات بعدها يحولوه هنا ندخل السجل ويلقحوا كل الثيابين. الاجراءات الطبيه شنو هي؟ الطبيه الطبيب يسال اذا عنده ضغط او سكر او عليه اثار جانبيه او لا وحيله علينا. اذا عنده ضغط او سكر ما عنده اي اشكال بس ننزل حسب المعلومات اللي ننزلها بالاستماره مالته. الاستماره اي نعم. كلا الجنسين كلا الجنسين من عمر 18 سنة فمن فوق. أناث أكثر لو الذكور؟ لا طبعا الذكور أكثر لأن هسه تعرف شغلة معاملات والسيارات يطلعون جماعة النفط هاي. شلون كم تبليغات؟ والله تبليغ عن الانترنت سجلت وجيت عادي لقاح. اللقاح الأول ولا الثاني؟ لا الثاني الجرعة الثانية. شو تنصح المواطن؟ والله أنصح المواطن كلها تجي تلقح لأن اللقاح آمن سليم ويعني يقين المرض هذا الوباء العين على المدينه ان شاء الله. شلون بلغوك على التلقيح؟ والله جانا مسجلنا وجاء طلع اسمنا بالزون رساله. جاك عن طريق الموبايل؟ الموبايل. زين. اللقاحات الثانيه الاولى؟ هذا اللقاح الثاني. الثاني؟ ايه. شلون تشوف وضعك؟ والله زين ما شاء الله. والله زين. نعم. زين، ايش تنصح الاخرين؟ والله يلقحون لان حاله جيده يعني وقائيه. انت ما ظفر؟ لا لا. يعني مدني. ايه زين ليش لقحت انت مو موظف؟ مطلوب منا بالدوائر اذا نراجع مراجعات مطلوب من عندنا.